وسيلة لحتى تفرقوا بين أهل العلم وأهل الجهل. شو هي هذه الوسيلة؟ إنه ما بيجوز تقول الله، بدك تقول الله، روح الله على اليوتيوب وافتح، كل واحد بيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيلوا عجنن، صلى الله عليه وسلم شيلوا عجنن، هذا بلا فضل، ما قال الله حب أقل، شيلوا عجنن. كل واحد لو زي وزي الشيخ تحكوا معه كيفك شيخنا، بيقول لك الحمد لله، زيحي على جنب، زيحي على جنب، لأنه ما في إنسان تعلم شرع ودين وبيخاف رب العالمين بيقول الله واسم الله وسبحان الله والحمد لله وإن شاء الله وكيفك يا عبد الله. فهمتوا هذا الكلام؟ شوفوا كيف علم الدين، بعلم الدين بتصيروا أنت، بتصيروا أنتوا لقمة غير سائغة لأشباه المشايخ. هلا في كثير من المشايخ حاطين فاكيوم بجيوب الناس ويلا نازلين فيهم شفط باسم الدين والإسلام. ليه؟ لأنه هول الناس جهال، لقمة سائغة بيأكلها وبتنبلع معه وبيهضمها بسهولة. أما لما أنتوا تتعلموا شرع ما بقى في حدا يجي يضحك عليكم، لأنه صرتوا بتعرفوا تميزوا بين الحلال والحرام.